شو اللي صار؟ الدولة اليونانية بين قوسين، المافيا اليونانية والمافيا المصرية، قال لك ليبيا فيها فوضى وفيها انقسام، وإذا ما طربقناش على الموضوع توم عشان نطربقوا عليه. طبعا الأتراك متضررين زي ما الليبيين متضررين، فالأتراك بحنكتهم وبقوة استخباراتهم عندهم المعلومات، جوا حطوا المعلومات قدام أشقائهم الليبيين ووقعنا، وهم الآن الحمد لله في الأمر الواقع. والراجل فيكم يقرب، الراجل فيكم يقرب، لأن المعركة القادمة يا شعبنا الليبي معركة نفط وغاز. اليوم أوروبا ستشهد أزمة لم تشهدها من الحرب العالمية الثانية، من 1945. الشتاء القادم سيكون من أسوأ الفترات في تاريخ أوروبا، ومتوقعين حتى انتفاضات داخل أوروبا. اليوم نقرأ في تقارير أن الكثير من الصناعات الصغرى قد قفلت، وأكيد والكثير من المصانع الصغيرة تفكر في الإغلاق، لأن فاتورة الطاقة للمصنع الصغير اللي كانت تجي ب 4000 يورو أصبحت الآن ب 10000 يورو. مالطا الدولة الصغيرة هذه أصبحت المواصلات العامة مجانية علشان الناس ما عادش تحرك سيارتها، لأن سعر الوقود حيزيد، وأصلا يعني في نقص كبير في 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 موارد الغاز والنفط. وشفتوا الاتفاقية أوبك بلس اللي هي إنقاص الإنتاج حدود 2 مليون برميل. فالحرب القادمة حرب نفط وغاز، وهذا حنجوه اليوم حنتكلم عليه، وأتمنى أن المسؤولين يتفرجوا على هذه الحلقة علشان الكلام اللي حنقوله مهم جدا. لكن اليونانيين طبعا لقوا روحهم في حيس بيس، لقوا روحهم يعني بالله يا شباب، اذا احنا عندنا انسيرت الحلقة اللي فاتت متاع الخريطة متاع المياه الاقتصادية، خلي نذكروا بها الناس، لقوا روحهم للأسف في حيس بيس، لأن المناطق اللي فيها أكثر من 30 تريليون دولار غاز، اللي هي البلوكات اللي هي في شمال ليبيا واللي هي تأتي على المنطقة الاقتصادية الليبية التركية، يبوا يسيطروا عليها اليونانيين. طبعا مصر في سبيل أن يعترفوا بالانقلاب بتاع السيسي سلموا، وهذا الحقيقة أقولها لكم، ثمن الانقلاب، ثمن الاعتراف بالسيسي وانقلابه أن سلم في المياه الاقتصادية المصرية. لكن احنا ما عندناش انقلاب، عندنا حكومة وبارك الله فيهم ونحيوهم ونشدوا على ايديهم بمختلف توجهاتنا، احنا مع الحكومة في الحفاظ على رزق الشعب الليبي. قال لك لا، الحكومة ما عندهاش حق توقع اتفاقيات، ارقدوا وخلي طولوا لازمة في ليبيا لين تقاسموا انتم البحر المتوسط، بعدين لما ينوضوا الليبيين يلقوا الامور كلها في ايديكم. لكن الله عز وجل وإرادته وبارك الله في الإخوة الأتراك هيك يفهموها بالفلاقي الليبيين، يبوكم انتم توا الحكومة ما عندهاش حق توقع اتفاقيات، والحكومة ما عندهاش حق تدافع على الشعب الليبي، والحكومة تشني عبد الحميد بيبة بيبني حوش في البلوك 17 ولا 16 ولا 18 هو ولا حكومته، لا، لكن هذا رزق الشعب الليبي. ما ينتظرش من سامح سكري او اليوناني هذا ولا الاتحاد الاوروبي ولا حتى امريكا ان تجي تقول له تعال دافع علي مصالح شعبك ومصالح بلدك. وبارك الله فيها الحكومة.